عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى العديدة من الاجتماعات خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، ناقشت خلالها عددا من الموضوعات التي أحيلت إليها والتي تختص بمجال دعم المرأة والطفولة والأسرة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى. مساء الخير سيدة هالة، ولو تحدثينا عن أبرز إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الماضي. مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة. طبعا عقدت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني 5 اجتماعات، كان واحد منهم عن بعد. وفي خلال هذه الاجتماعات ناقشت اللجنة مشروعين بقوانين أحيل لها من مكتب المجلس، وأيضا بحثت اللجنة إجراء بعض التعديلات على قوانين قائمة لموائمتها مع ما يكفل المزيد من الدعم للمرأة البحرينية وأسرة المرأة البحرينية. وقد أنجزت اللجنة مشروع قانون باستبدال المادة 60 من قانون الطفل، وكان التعديل يهدف إلى حظر إشراك أو تشغيل الأطفال في الدعاية الانتخابية أو أي إجراءات انتخابية نيابية أو بلدية إلا بموافقة ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه. وكان قرار اللجنة طبعا هو واللي توافق عليه المجلس أيضا هو التمسك برفض مشروع القانون، لأنه النص النافذ حاليا في قانون الطفل يوفر حماية أفضل للأطفال، لأن فنص المادة ينص على أنه يحظر استغلال الأطفال في التجمعات والمسيرات والمظاهرات التي يكون الغرض منها سياسيا، فبالتالي ما في أي شروط أو قيود على هذا الحظر لاستغلال الأطفال. وكذلك تدارست اللجنة مخرجات وتوصيات اللقاء التشاوري اللي تم بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين عند اعتماد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة، وذلك من منطلق الحرص على متابعة نتائج هذا اللقاء وترجمته إلى تشريعات وقوانين تسهم في مساندة وتعزيز مكانة المرأة البحرينية وتقدمها. نعم سيدة هالة، بالإضافة إلى هذه الموضوعات فأن اللجنة ستواصل دراسة بعض الموضوعات الأخرى خلال الإجازة التشريعية، لو تذكرين لنا أبرز هذه الموضوعات. بالفعل طبعا اللجنة للحين مستمرة في عقد اجتماعاتها عن بعد خلال هذه الإجازة البرلمانية لوجود مشروع مهم جدا على مائدة اللجنة. عندنا مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الصحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وطبعا هذا المشروع يهدف لأن يكون لمصالح الطفل الفضلة الأولوية تماشيا مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية اللي صادقت عليها مملكة البحرين أو انضمت لها. وأيضا يهدف المشروع إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال في جميع مراحل الدعوة الجنائية والتحقيق والمحاكمة وأثناء تنفيذ الحكم، ولذلك نص المشروع على إنشاء محاكم للعدالة الإصلاحية للطفل، وأيضا إنشاء اللجنة القضائية للطفولة واللي تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة. ومن ضمن أيضا أهمية هذه المشروع أنه ينظم العقوبات والتدابير الحمائية للطفل، مثل إلحاقه بأحد برامج التدريب أو التأهيل أو البرامج التربوية أو إيداعه المستشفيات أو المؤسسات المعنية برعاية الطفل. ونظرا لأهمية هذه المشروع ورغبتنا في أنه يكون من أوائل المشاريع اللي تعرض إن شاء الله على المجلس في الدور القادم، قررت اللجنة أنه تجتمع على الأقل مرتين في الأسبوع لسرعة إنجاز هذا المشروع لما يحققه من صراحة أهداف سامية للطفل وللأسرة البحرينية. نعم الأستاذة هالة رمزي فايز، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.